السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده بإذن الله هنتعلم مع بعض إزاي نعمل فيديو قصير لليوتيوب بكل سهولة وبشكل احترافي. يلا بينا نشوف الفيديو ده ونتعرف مع بعض إزاي عملنا الخطوات. أول حاجة هندخل برنامج كانفا، بعد كده هنكتب في مربع البحث يوتيوب شورت، بعد كده تفتح معانا الصفحة بالشكل ده. ممكن نكتب مكان اليوتيوب شورت نكتب تيك توك، لأن مقاس صفحة التيك توك هي مقاس صفحة اليوتيوب، فممكن نكتبها تيك توك. هتفتح معانا الصفحة كده في التيك توك، هنختار صفحة جديدة، بعد كده التصميم اللي احنا هنعمله عبارة عن فيديوز وينكلود التكست. في برضو بعض من التصاميم ممكن تكون الباك جراوند عبارة عن باك جراوند ايمج عادية جدا ومش فيديو، فاحنا التصميم اللي احنا هنشتغل عليه ده عبارة عن فيديو. الصفحة بتكون قدام حضراتكم بالشكل ده. هنلاحظ تحت البيج 1 عبارة عن بيج وفيها التايمر أو التايم بتاعها 5 ثواني. نقدر نغير التايم من هنا، مدة الفيديو من 5 ثواني ل 30 ثانية كحد أقصى. نقدر برضو نغير الشريط اللي تحت ده، مدة الفيديو نزودها بالتمرير يمين وشمال. ده أول الفيديو، ونقدر نقطع في الفيديو، يعني الفيديو نقدر نقطعه او نعمل له تريم من هنا او هنا، البداية والنهاية. ممتاز. اول حاجة هنعملها هندخل على الفيديوز، لو الفيديوز هنا مش متفعلة بندخل على مور الثلاث نقط، ومن الاوبشنز اللي مديها البرنامج دي بنفعل منها الفيديو. تمام، ولنفترض ان الفيديوز اتفعلت، هندخل نجيب الفيديوز اللي احنا هنستخدمها في الشغل بتاعنا. انا وليكن الفيديوهات اللي انا استخدمتها استخدمت الفيديو ده في اول سلايد، هعمله set as background، هتك دبل كليك عشان اظبط الكروب، خليه بالشكل ده، هضيف تكست من الكيبورد شورت كات حرف التي، هعمل resize للتكست وليكن مثلا اخليه هنا بالشكل ده كده، هكتب top 5 best، top 5 best stock photo. هظبط الخط والفونت، اقدر برضو اغير الفونت من هنا بالشكل ده كده مثلا، حاجة زي كده، نكبر من هنا شوية. ممكن دبل كليك عشان بس الإضاءة، ونغير لون الخط أو نخليها مثلا باك جراوند، نعمل إفكت هنا باك جراوند، ونغير لون الباك جراوند مثلا نخليه لون أحمر بالشكل ده، ونغير السبريد انتشار الباك جراوند. جميل جدا، ممتاز. يبقى احنا كده عملنا اول سلايد. تاني سلايد هنعملها ازاي؟ بدل ما نقعد نعمل اد نيو بيج اد نيو بيج اد نيو بيج، ممكن من الثلاث نقط دول نتكه دوبليكيت بيج او كنترول دي دوبليكيت بيج كذا مرة، ونغير الباك جراوند في كل صورة بالشكل ده كده. نبتدي مثلا في الصورة دي، نحط صورة تانية وليكن مثلا الصورة دي، replace as background، ونغير مثلا اول برنامج من الفري ستوك فوتو الانسبلاش، يبقى نكتب 1 انسبلاش. جميل جدا،
بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، نكبر نعمل ريسايز للنص. بعد كده نغير الإفكتس للتكست، نعملها مثلا شادو ونكتر الأوفست والترانسبيرنسي، ونغير لون الأوفست، نخليه مثلا اللون الأصفر أو اللون الأحمر مثلا. وعايزين نعمل نسخة من الـ Unsplash الـ Shortcut Alt مع نسحب الفارة لتحت ونكتب مثلا Unsplash. نغير الكيس، نخليها صغير بالشكل ده. نقدر برضو نغير لون الخط او نغير الافكتس، نخليه المرة دي نيون، ونغير برضو اللون بالشكل ده كده. ممكن ناخد التكست ده ونعمل لهم هما الاتنين جروب ونقلبه كده بالشكل ده، او نعمل له روتيت ونكبر التكست بالشكل ده كده. جميل جدا. بعدين دبل كليك ونعمل كروب للصورة بالشكل ده كده. جميل. انا ممكن نعملها دراج من تحت او نخليها مثلا حوالي 3.4 سكند، وهنا برضو 3.4 سكند. ممتاز. دلوقتي هنجيب الستوك سناب، هنغير الخلفية، نغير الخلفية دي ونحط خلفية تانية، وليكن مثلا الخلفية دي بالشكل ده كده، ونعملها set as background كده بالشكل ده كده. جميل. ونغير الكلمة مثلا حاجة زي كده، ممكن Ctrl C Ctrl V بدل ما نقعد نكتب عشان ننجز في الوقت شوية. مثلا stock snap ممتاز. برضو هنكتب stock snap Ctrl C Ctrl V بالشكل ده كده، ونغير النص ده كده او التكست ده، نخليه مثلا باللون اللون ده كده بني فاتح. ممتاز. ونقدر نصغر او نقلل التايمينج، مدة الفيديو او السلايد بالشكل ده كده 3.4 زي ما حضراتكم شايفين هنا. دي المدة الزمنية الكاملة للفيديو، كل ما نقلل او نزود بتبان عندنا هنا 16.5 سكند. ممتاز. السلايد ده دلوقتي برضو هنخليه 3.4 بالشكل ده كده. باقي عندنا البرست، هنغير الخلفية بالشكل ده كده ونحط الصورة دي او الفيديو ده، ونعملها set a video as a background، ونعمل دبل كليك ونظبط الفيديو كروبينج للفيديو. نقدر برضو ناخد النص ده Ctrl C Ctrl V عشان تسهل علينا الشغل شوية، نغيرها وليكن burst برضو دي البرست Ctrl C Ctrl V ممكن برضو نغير هنا البرست، نغير اللون للون مثلا أصفر. ممتاز. هنا رقم 1، هنا رقم 2،
لأن طبعا رقم 3 ما ننساش رقم كويس، رقم 3 ممتاز. ممكن ناخد الصفحة دي برضو دوبليكيت بيج، هنقلل التايمنج هنا نخليه 3 مثلا 3.2 أو 3.4. ممتاز جدا، نخلي كل التايمنج عندنا 3. الشكل ده كده تمام. هنغير هنا ونخليه بيكسابي، هنا هنكتب بيكسابي بيكسابي. ممتاز، ناخد برضو كنترول سي كنترول في. ممكن نعمل النص واحد وناخده المجموعة من النصوص أو لبقية النصوص في الصفحات التانية، ونغير بس اللون بتاع التكست اللي احنا عايزينه بالشكل ده كده، رقم 4. ممكن برضو نغير النيون ده، نغير الإفكتس تبعه، نخليه مثلا سبلايس. جميل، ونسينا نحط الباك جراوند. الباك جراوند هيكون بالشكل ده، ونعمله set as a background. جميل جدا، ونخلي مدة الفيديو 3.2 مثلا، هنا التوتال 16 seconds، باقي 4 ثواني عشان نعمل 20 ثانية. نحاول نقلل بس شوية الصفحة أو المدة الزمنية لكل صفحة عشان تعمل معانا 20 ثانية بالظبط. بالشكل ده كده جميل جدا. كده بقى ثانية واحدة نحاول نظبطها كده بالشكل ده. بقى 4 ثواني، جميل جدا. في 3 ثواني بقى، جميل. الخلفية الأخيرة اللي احنا هنحطها هتكون لوجو أو اسم الشركة، نشوف هنعملها ازاي، حاجة زي كده. وبعدين set as a background، بعد كده هنحط اسم الشركة اللي احنا عايزينه، وليكن مثلا اسم القناة التعليمية تكنو بلس. شكل ده كده جميل، نحطها فوق، ونغير الإفكتس، خليه وليكن نيون، ونغير اللون بالشكل ده، ونكبر التكست شوية. جميل جدا، هناخد منه كوبي من الكيبورد Alt ودراجنج الأسفل، هنكتب Let's learn. جميل، ونصغرها بالشكل ده كده. جميل جدا، نقدر برضو نغير اللون، نخليه مثلا لون ابيض،
جميل جدا. نحاول نخلي دي شوية كده في النص، ونقدر نحط لوجو من الـ Upload Image بعدين لوجو، ده لوجو القناة وليكن ده كده، نكبره شوية نحطه في النص بالطريقة دي. بعد كده هننسخ أي تكست من فوق من الكيبورد الـ Alt مع دراجن، مثلا نكتب Learn with محمد صلاح. الشكل ده كده. بعد كده نصغر الكلمة، نخليها مثلا 50 أو نصغرها كده من هنا عشان تسهل الشغل علينا، ونخليها في النص شوية. نقدر ناخد كوبي من التكست ده، بعد كده نقدر نكتب learn create grow، يبقى learn create grow. ممتاز، نصغرها شوية ونغير اللون كمان بتاعها بالمرة وليكن أصفر، ونخليهم ايه في النص بالشكل ده كده. جميل جدا. ممكن برضو نغير الخلفية زي احنا ما عايزين، لو الخلفية مش عجبانا نقدر نعمل لها ديليت ونغيرها برضو من الفيديوز بالشكل ده كده، ونعمل لها reset as background. جميل. ونقلل الفيديو، نخليه 3.4 مثلا أو 3.7. ممتاز. كده 20 سكند بالظبط. جميل جدا. دلوقتي بقى هنعمل انيميشن للكلام، للتكست. تكست هنعمل له، نمسكه نعمل له انيميشن بحيث انه يظهر بالشكل ده كده. جميل. ونعمل برضو للشكل ده انيميشن. وليكن نيون. جميل جدا. كل تكست هنعمل له انيميشن وهكذا. هنا مثلا رايس، ونختار مثلا دي. نخليها فيد، نختار دي برضو، كل تكست لوحده عشان ايه الامور ما تغلطوش في حاجه، فلازم تعمل كل حاجه لوحدها بالشكل ده ورا بعض. هنا برضو نقدر نحطها ثمنيل. ممتاز. نقدر برضو نحط هنا اي انيميشن. جميل جدا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. جميل كده. نقدر نشغل الفيديو، ونقدر برضو قبل ما نشغل الفيديو نحط ميوزك. نحط مثلا الميوزك ده اللي اسمه I made it. هنعمل دراجنج للميوزك ونحطها بالشكل ده كده. جميل جدا. نقدر نظبطها
اللي هو السهم ده كده نجيبه في الأول و نعمل دراجنج للموسيقى بالشكل ده، يكون الفيديو أو الشورت فيديو جاهز. جميل، ممكن نزود بعض الأيكونز هنا مفيش مشكلة. خلينا نزود بعض الأيكونز. هندخل على الإليمنتس، ومن الإليمنتس هنختار أو هندخل على، خلينا نحط بعض الأيكونز. هندخل على الأبلود بعدين إيمج، نبتدي نحط بعض الأيكونز. نختار هنا أنسبلاش، نحطها مثلا فوق هنا ونصغرها زي ما حضراتكم شايفين. لو انت مفعل نسخة البرو النسخة المدفوعة هتتك على Edit Image وهتعمل Remove as Background، ولو انت مش مفعل نسخة البرو النسخة المدفوعة تقدر تدخل على جوجل وتكتب Remove Background وتعمل للصورة دي Dragging، وبعد ما تعملها Dragging هتطلع مع حضرتك بالشكل ده. جميل، دي انا منزلها عندي في الفيديوهات القصيرة لو حضرتك عايز تعرف ازاي تقدر تشيل خلفية اي صورة. جميل جدا، ده بالنسبة لأول سلايد. تاني سلايد ستوك سناب، هنجيب صورة الكاميرا دي ونشيل الخلفية، نصغرها الأول بعد كده نشيل الخلفية. Edit Image، تقدر برضو تعمل للصورة داونلود من هنا لو انت عايز الصورة عايز تنزلها داونلود على الجهاز من الثلاث نقط دول، بعدين داونلود من هنا. ممتاز، نكبر بس الايكونز دي شوية. اخر سلايد معانا البارست اللي قبل الاخيرة، هنجيب البارست دي بالشكل ده كده ونخليها على الجناب. ممكن edit image، نعمل remove background مفيش اي مشكلة. زي ما حضراتكم شايفين ممكن برضو نكتر الكونتراست، ممكن نظبط الكونتراست بتاعها بالبرايتنس والهيو اند ساتوريشن بحيث انها تطلع واضحة زي ما حضراتكم شايفين بس الشكل ده كده واضحة جدا في الصورة. تمام، البيكساباي هتكون الصورة دي الايكونز بتاعتها نحطها هنا ونعمل للصورة background remove، نشيل خلفية الصورة. وبكده نقدر نشغل الفيديو بكل سهولة. خلينا نشوف مع بعض. نقدر برضو نضيف من هنا transition، نقدر نضيف اي ترانزيشن بالشكل ده كده. ممتاز، خلينا نشوف مع بعض من الاول. جميل جدا، ممتاز. بكده نكون وصلنا مع بعض لآخر الفيديو. أتمنى تكون استفدت من الفيديو، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. وفي الختام، سلام.